السلام عليكم أحبابي، اليوم معنا وصفة الخبز الطرابلسي. أنا مش هعمل كمية كبيرة، طبعا لو أنتم محتاجين تكبروا الكمية بتزيدوها تعملوها الضعف. أنا عندي نص كيلو طحين، كباية وربع مي، ربع كباية سكر، وملعتين كبار خميرة، ورح احتاج ربع ملعقة من قرفة. فإذا عنا ربع ملعقة قرفة حطيناهم، ملعتين خميرة مثل ما نحن شايفين، عنا السكر. نخلط المواد الجافة دايما مع بعض مثل ما تعودنا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله رب العالمين. فينا اللي بيحب يحط لها ملعقة هال، ربع ملعقة هال صغيرة، في يحط هال مطحون، بس لأنه أنا ولادي ما بيحبوا الهال المطحون اكتفيت بس بالقرفة. بننزل بكباية المي، كباية وربع مي. بسم الله الرحمن الرحيم، بنبلش نجمع العجينة. وهي العجينة أول ما بتتلم معانا وبتصير هيك، بنجيب شوية زيت بنحطهم بإيدينا هيك، وبنعمل عليها من برا مثل ما انا شايفين. وبعد ما لمينا العجينة مثل ما نحنا شايفين، نحطها هيك في زيت الوعاء، مش ضروري نغير وعاء، شوية زيت بس على وشها، ومن أرضها هيك شوي وخلص. بعد ما خلصناها وحطيناها هيك، بنغطيها بورق نايلون غذائي، بنتركها لمدة 15-20 دقيقة ترتاح، وبنرجع لكم لنشوف شو عنا تحضيرات. بنكمل التجهيزات للخبز الطرابلسي. معانا هون ملعقة ونص عسل طبيعي، معانا هون كباية مي دافية رح نحطها فوق منها هيك ونخلطها، ندوبها كتير منيح. نحنا بنعمل هاي التجهيزات ونحنا ناطرين العجينة ترتاح. معانا هون 3/4 كباية سمسم أبيض مثل ما شايفينه، أبيض مقشور، منقلبه فيهم وبنتركهم شوي تقريبا شي 10 دقايق، بتكون العجينة جهزت، منبلش نحضر. وهيدي العجينة بعد 15 دقيقة، رح ناخد العجينة بهالطريقة هيك مثل ما نحنا شايفين، ونلف القطعة هيك تتعطينا هيدا الشكل، ونحطها على صينية مغطاية بورق الزبدة، نحطها بهالشكل هيدا. نعمل كل العجينة بنفس الطريقة بنفس الحجم. خلينا نشوف كيف رح يطلعوا. وهيدي رصيناهم كلهم بالصينية مثل ما نحنا شايفين، بنغطيهم بقماشة وبنتركهم لمدة 30 دقيقة، وبعد 30 دقيقة بنرجع لكم. أحبابنا بعد ما مرق 30 دقيقة نشيل الغطاء عنهم نحطها على جنب، رح نستعملها مرة تانية. عنا هون السمسم اللي نقعناه بالمي والسكر، رح نشوف كيف نجيب كل قطعة نحطها فيها. هناخد القطعة هيك ننزلها بالسمسم هيك مثل ما احنا شايفين، نضغط بهدوء، مش نضغط بكل قوة، ناخد الجهة التانية نضغط كمان بهدوء لحد ما تطلع معانا هيدا الشكل. بنقعدها هون، بنعمل التانية. بسم الله الرحمن الرحيم،
مثل ما شايفين، بنقعدها هون لحد ما نخلصهم كلهم. احبائنا بعد ما عملناهم كلهم حطيناهم بالصينيه بهذا الشكل باصبعنا هيك، عين مثل ما شايفين هيك هيك هيك. هيدا عملناهم هيك كلهم، بعد ما نخلصهم هيك رح نغطيهم بالقماشة لمدة 30 دقيقة، نتركهم يرتاحوا 30 دقيقة، بعد 30 دقيقة برجع لكم. وهيدا أحبائي رجعنا بعد 30 دقيقة، شلناهم، شفتوا كيف رفخوا معنا. هلا رح ندخلهم على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة، بشوفكم لما يخلصوا. وهي شكلها النهائي، شفتوها من جوا كيف سخنة، بعد على فكرة سخنة كتير، مستوية من برا ومن جوا، شكلها روعة، ريحتها كتير حلوة، بتتاكل مع اي شيء، مع جبنة، مع تشيز لوحدها، مع شاي وحليب، مع اللي بدكم اياه. هيدا هو خبز الطرابلسي، وبشوفكم بتصوير تاني. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب لايك، السلام عليكم.